من أخبار حوادث السير، أصيب 18 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث استطعام 10 عربات متحركة على الطريق المداري الرباط سلا. وأوضحت السلطات المحلية أن هذا الحادث وقع على الساعة 9 صباحا عندما اصطدمت 10 عربات متحركة، 5 من الوزن الخفيف و5 من الوزن الثقيل، كانت قادمة من سلا جديدة نحو الرباط. وقد تجندت فرق الوقاية المدنية لإخراج بعض المصابين ممن علقوا داخل سياراتهم ونقلهم لتلقي العلاجات الضرورية.